حسناً، اسمع التالي. تحتوي كل قدم بشرية على 72 ألف نهاية عصبية و26 عظمة لمساعدتنا على الوقوف والمشي منتصبي القامة. تتمتع أيضاً ب 250 ألف غدة عرقية يمكنها أن تنتج ما يصل إلى ربع لتر من العرق كل يوم. تواصل عظام الساق والنمو والنضج حتى نبلغ سن 21، لكن مع تقدمنا في السن يقل تدفق الدم إلى أقدامنا بشكل تدريجي، لذا ربما نحتاج إلى بعض المساعدة لإبقائها دافئة وساخنة. أحد أسهل الطرق للاعتناء بقدميك هي استعمال الفلفل الحار. تحتوي جميع أنواع الفلفل يسمى كابسيسين. حينما تأكل شيئا ما يحتوي على هذا المكون ستعزز تدفق الدم في جسمك، لذلك إضافة إلى الفلفل الحار إلى وجبتك المفضلة وسيلة طبيعية وفعالة لتدفئة جسمك بالكامل بما في ذلك قدميك. لهذا السبب أيضا يستحسن الامتناع عن تناول الأطعمة الحارة في أيام الصيف. حينما يتصل الكابسيسين بالجلد يتسبب في تمدد الشعيرات الدموية مما يحسن تدفق الدم ويمنحك المزيد من الدفء، وكذلك تتزايد درجة الحرارة مع الوقت، لكن في بعض الحالات يمكن أن تشعر بالدفء بشكل فوري. هذه الحيلة الحياتية مفيدة خصوصا خلال الأشهر الباردة. إن كنت قد جربت عديد الأشياء لتدفئة قدميك خلال الشتاء لكنها لم تجدي نفعا، جرب هذه الحيلة. رش بودرة الفلفل الحار على قدميك أو داخل جواربك وستنتشر في قدميك وأصابع رجليك. يمكن أن يساعدك هذا الإجراء البسيط على تحسين جودة نومك، لكن كن حذرا مع كمية الفلفل الحار. إن استعملت الكثير فقد تشعر بحرارة مفرطة. في البداية ستكون نصف ملعقة للقدم الواحدة كافيا تماما، ومن ثم زد بشكل تدريجي كمية الفلفل حتى تجد الكمية التي تناسبك أكثر. ستشكرك قدماك بلا شك لاعتنائك بهما، لكن تمت بضعة جوانب سلبية لوضع الفلفل الحار على قدميك. ربما سيحول جواربك البيضاء إلى اللون الوردي ويجعل قدميك برتقالية، وقد تمتص قدماك أيضا رائحته. إن كنت لا تحب رائحة الفلفل الحار فقد تود تغطيتها بقناع الثوم عوضا عن ذلك، فذلك سيعمل أيضا على تدفئة قدميك والشفاء من الجروح. وإن صادفت وحشا قد تكون رائحة الثوم والفلفل الحار كافية لإبعاده عنك. يمكن استعمال الحليب والعسل كوصفة تجميلية في المنزل للاعتناء بقدميك. ضع قدميك داخل سلطانية من الماء الدافئ وأضف كأسا واحدا من الحليب الدافئ، ومن ثم أضف ملعقة أو ملعقتين من العسل وما يصل إلى 6 قطرات من الزيت العطري، زيوت الليمون أو الصنوبر أو السرو مثالية، وبعد نصف ساعة ستكون قدماك رائعتين وناعمتين. إن كان جلد قدميك خشنا قد تود تجربة هذه الوصفة. خذ وعاء ماء دافئ وأضف ملعقتين من الطين الأبيض وملعقتين من الصابون السائل وملعقة كبيرة من الأمونيا. اترك قدميك داخل الوعاء لحوالي 20 دقيقة، ومن ثم استعمل مستحضر ترطيب، وكنتيجة لذلك سيصبح جلدك أنعم وأكثر مقاومة للتلف. والآن إن كنت لا تود استعمال الكثير من المكونات، جرب حمام دقيق الشوفان. اسكب كأسين من الشوفان مع كمية تعادله من الماء المغلي واتركه يتبخر لحوالي 20 دقيقة، وبعدها حرك الرقائق في وعاء من الماء الساخن وضع قدميك بداخله لما يصل إلى 20 دقيقة. سيعمل دقيق الشوفان على ترطيب جلدك ويساعدك على تحضير الجلد الجاف لعلاج القدمين. النشا يفعل الشيء ذاته ويخلصك من الشقوق وينعم قدميك. خذ وعاء ماء دافئ وأضف ملعقة كبيرة من النشا. ضع قدميك داخل الوعاء لحوالي 20 دقيقة. ينصح باستعمال هذا العلاج قبل الخلود إلى النوم لأنه يساعد على إرخاء الجسم أيضا. اخترع أول حذاء قبل حوالي 40 ألف سنة، عثر على أقدم زوج مدفونا في كهف في أرمينيا. رغم أننا عملنا لوقت طويل على تطوير الأحذية إلا أننا لم نتوصل بعد إلى طريقة لتصميم الزوج المثالي. إلى هذا اليوم لا يزال الناس يصابون بمسامير القدم والتقرحات بين الفينة والأخرى. غالبا ما تتشكل الجسأة في باطن القدمين لأنها تحت ضغط الجسم بأكمله أثناء المشي، وهذا أمر طبيعي تماما. خلال يوم عادي تتحمل قدماك الضغط المتراكم لوزن فيلين أفريقيين، وإن ارتديت الكعب العالي ستزيدين هذه الحمولة بمقدار 75%، وإن رأيت فيلة إفريقية ترتدي الكعب العالي فهنا ستكون لديك مشكلة مختلفة تماما. في وقتنا الحالي يعتبر الكعب العالي ملحقا أنثويا، لكنه في بداية الأمر كان حكرا على الرجال الفرسان، إذ ارتدى المحاربون في ميدان القتال الكعب العالي للظهور أكثر رجولة، وتبنت النساء موضة الكعب العالي في وقت لاحق.
الجسأة ليست سوى منطقة خشنة من الجلد تتشكل جراء الاحتكاك أو الضغط. في معظم الحالات يمكن معالجتها في المنزل، لكن إن ظللت ترتدي أحذية غير مريحة تؤذي قدميك طوال اليوم، فيمكن للكركم مساعدتك في تخفيف الألم وتسريع عملية الشفاء. لصنع عجينة الكركم، خذ ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة أو ملعقة ونصف من العسل. اصنع عجينة سميكة وضع الخليط على الجسأة. اترك قدميك في الهواء الطلق لتجيف العجينة، ومن ثم اشفطهما بالماء. ضع هذه العجينة مرتين في اليوم. يتمتع الكركم بخصائص علاجية ومضادة للبكتيريا من شأنها علاج الجسأة في غضون بضعة أيام. الأقنعة والحمامات ليست العلاج الوحيد الذي يمكنك الاستعانة به في المنزل، إذ بمقدورك أيضا تدليك قدميك بأدوات المطبخ. املأ قارورة بلاستيكية بالماء الساخن وأغلقها. ضع القارورة على الأرضية ودحرجها بقدميك مع الضغط عليها بلطف حتى تشعر بارتخاء عضلاتك. يمكنك فعل الشيء ذاته بكرة التنس أو تفاحة صلبة أو ببصلة عادية. يعد هذا التمرين وسيلة رائعة لإرخاء جهازك العصبي وتجنب القدم المسطحة. إن تعبت قدماك بعد المشي، يمكنك تدليكهما بملعقة باردة. ضع الثلج في الملعقة حتى تبرد بالكامل، ومن ثم مرر الجزء الخلفي من الملعقة على باطن القدمين. تبدو جلسة البيديكير إجراء غير ضروري أو خاصا بالنساء فقط، إلا أن لها فوائد جمة لكل من النساء والرجال على حد سواء. يحسن تدليك القدمين تدفق الدم، بينما يجنبك تدريم الأظافر بشكل احترافي العديد من المشكلات مثل الأظافر النامية. وبطبيعة الحال من اللطيف على الدوام النظر إلى أصابع قدميك ورؤيتها نظيفة وجميلة، اعلم ذلك. في العديد من البلدان الدافئة تعتمد صالونات الأظافر أحواض أسماك خاصة تحتوي على مئات الأسماك كجزء من جلسة البيديكير. لا تملك سمكة غارا روفا أي أسنان، ويعد فمها مثاليا للتخلص من الجلد الميت من الأقدام البشرية. تسبح كمكنسة كهربائية تنظف قدميك وتخلصك من الزوائد. لكن في بعض المناطق مثل المملكة المتحدة وبعض أجزاء الولايات المتحدة تمنع هذه الجلسات لأنها تعتبر غير إخلاقية. أيضا لا يتم تعقيم الأسماك بعد كل جلسة بيديكير، الأمر الذي يزيد من خطر انتشار العدوى. لذلك قبل الخضوع لهذه الخدمة يجدر بك أن تسأل المدير عن وثائق تثبت قانونية الممارسة. إن كنت تفضل الاعتناء بأصابع قدميك في المنزل، احرص على قصها بشكل مستقيم لتجنب الأظافر النامية. يجنبك ذلك أيضا تهيج الأظافر والالتهابات. إن باتوا الأظافر لوقت طويل يمكن أن يزيد من مخاطر التعرض إلى العديد من المشاكل، لذا حاول قصهما كل 6 أسابيع أو 8. إن تساءلت يوما عن سبب شعورك بالدغدغة في قدميك، فذلك لأنهما يعجان بمئات الآلاف من الأعصاب. يمكن أن يتفاوت الشعور بالدغدغة عن شخص إلى آخر، لكن أقدام البعض أكثر حساسية من غيرها. يعتقد العلماء أن لهذه الصفة روابط وراثية. يؤكدون أيضا بأن دغدغة الأقدام قد تجلب فوائد الصحة لأنها تولد شعورا بالراحة وتقلل من القلق والتوتر. لكن لا يستمتع جميع الناس في العالم بأقدامهم أو ينظرون إليها حتى. يعيش البعض حالة فريدة من نوعها تسمى بادوفوبيا. مجرد النظر إلى الأقدام يحفز شعورا قويا بالاشمئزاز ومخاوف غير منطقية وحتى غضبا لا يمكن التحكم فيه. يمكن أن ينزعج الناس الذين يعانون من بادوفوبيا لدى رؤية صور الأقدام أو عند التحدث عن هذا الجزء من الجسم وحتى قراءة شيء عنه. في بعض الحالات يمكن لرهاب الأقدام أن يجعل الناس يعانون من لمس أقدامهم أو ارتداء جواربهم أو غسل أرجلهم. لا يعرف العلماء بعد أصول هذا النوع من الرهاب، لكن يساعد الأخصائيون المرضى على الحد من قلقهم. أما بالنسبة لي فلا أعاني قط من هذه المشكلة.